عندنا الشواطئ والمناخ، لما تتفرج على السياح المتواجدين هناك اللي حريصين جدا ان هم يكونوا متواجدين في مدينة العالمين الجديدة، والجمال بتاع الطقس والشواطئ والمية عاملة ازاي، فعلا تقول ان هي مدينة السحر والجمال. تعالوا نروح معاكم اكتر ونعيش اجواء مدينة السحر والجمال مع الزميل العزيز ابراهيم عمر واللي متواجد هناك من قلب مدينة العالمين الجديدة. بنرحب بيك يا ابراهيم، صباح الفل عليك. فرح، صباح الفل عليكي وصباح الفل على كل مشاهدين من تايم سبورتس في كل مكان. احلى صباح بيكون من داخل مدينه العالمين الجديده، يمكن من احلى اماكن العالم، من احلى شواطئ العالم، مدينه العالمين الجديده ومهرجان العالم عالمين. يا فرح لو هكلمك النهارده الخميس، اول يوم في الويك اند النهارده، فعاليات كتير واحداث كتير هتكون موجوده النهارده في مهرجان العالمين. لو هبدا لك بقى عندنا الفقرات كتير، فقرات فنيه وفقرات ثقافيه وفقرات رياضيه. لو هبدا لك بالفقرات الفنيه، فهي الحفله اللي بتقام لاول مره للقيصر نجم الكبير الفنان كاظم الساهر، يعني اول مره يكون موجود في العالمين وموجود في مهرجان العالمين. يمكن هو كان ليه حفله من حوالي اسبوعين او 3 اسابيع في القاهره، وبقاله كتير جدا ما غناش في مصر، لكن النهارده ان شاء الله هيغني قدام الجمهور بتاعه كله. الجمهور اللي هيكون كومبليت النهارده، يعني التذاكر كلها تقريبا نفذت النهارده حفله الفنان الكبير كاظم الساهر. يمكن دي هتكون النهارده موجوده. لو هقول لك بقى الفعاليات النهارده، يمكن حفل الفنان كاظم الساهر النهارده في الميوزيكال ارينا، الارينا العالمين اللي هي بتقام فيها الحفلات. عندنا برضو حفله مصر، عندنا المسرح الروماني، يمكن المسرح الروماني النهارده بيستضيف حفل اساتذه بيت العود، وده بيقام برضو لاول مره في مهرجان العالم عالمين. عندنا برضو مسرحيات، يمكن دي المسرحيات اللي السنه دي، كمان السنه اللي فاتت ما كانتش موجوده، لكن السنه دي موجود، ان هيعرض مسرحيات، ومنها مسرحيه فيلم رومانسي اللي هتعرض النهارده ان شاء الله في النورث سكوير. عندنا بقى السباقات بقى الرياضيه، الفعاليات، عندك فعاليات بطوله السله، عندك النهارده يعني هو مش سباق كده، هو تحدي ما بين الناس اللي بتشارك، والتحدي بين الشباب، مين اسرع بالكوره، مين ياخد الكوره ويقطع بيها، يعمل بيها سبرنت، ياخدها من الملعب بطول الملعب الخماسي كده، مين اسرع. ده هيبقى سباق جميل جدا النهارده. عندنا العديد من الفقرات، عندنا العديد من الشهات اللي هتتم النهارده داخل العالمين الجديده والعالم عالمين. يمكن دي ابرز ما لدينا النهارده. فرح، والكلمه تعود اليك، تفضلي.